السلام عليكم، صيام مقبول، تقبل الله أعمالكم. اليوم محاضرتنا الصور والرسومات في لغة الاشتميال. سبق وان قدمنا محاضرة بسيطة لإضافة صورة ضمن فولدر على سطح المكتب، وقلنا هذا الفولدر اسمه ويب وان، وجاي أشوف هنا هذا الفولدر يحتوي على صفحة بلغة الاشتميال. سبق أن اشتغلناها بالكورس الأول، وضفت صورة اللي اسم الصورة هو WW. هذا هنا الامتداد الصورة اللي هو JPG. أضيف الصورة هنا، ضفت الصورة هنا الإيميج SRC يساوي هنا اسم الصورة وهنا الامتداد. بالمحاضرة عندنا هنا ضايفين امتداد ملف اسمه image1. انا هذا سبق وان قلت ما افضل، افضل انه الصورة تكون ضمن الفولدر الموجود على سطح المكتب اللي انا اختاريته. اجي هنا انفذ بعد ما كتبت الوسم image اللي هو يختص باضافة الصورة الى صفحة الاشتميال، والامتداد وهنا WW هذا اسم الصورة، وهنا امتداد الصورة نوعها JPG. اجي هنا انفذ. بعد التنفيذ هاي الصورة هنا اللي هي تختص برنامج الفيجوال بيسك، هذه هنا الصورة اجت. هاي اضافة صورة الى صفحة بلغة الاشتراك. اجي هنا ارجع، عندي وسم ثاني هو وسم البورت هو شنو، هو اطار للصورة. اذا اريد اضيف اطار للصورة اجي هنا، مجرد شو اسوي، راح هنا قبل غلق الصورة راح اكتب كلمة بورد، انطي يساوي واقتباس. هنا ضايفها ضايفها 5، انطيها رقم 5، خلنا انطيها رقم 5 واشوف شو بيصير. بعدها هنا نوع لون الاطار، هذه هنا الارقام الهاش نطي، واحنا قلنا الالوان دائما نعطيها 6، فراح نعطيها هذه على التعيين. هنا خليت الاقتباس، خليت الاقتباس بين سمك الاطار اللي هو هنا انطيته 5، وبين اللون، واجي هنا اسدل الوسم، احفظ، واجي انفذ اشوف شنو صار. هذا هو الاطار، هذا هو الاطار.
هذا هو الإثر بعد تغييره إضافة اللون الأرقام اللي انطيناها طلع هذا اللون، لأن الإطار السمك ماله كان 5 وإضافة اللون وهذا اللون النهائي للإطار. بعد عندنا ملاحظة صغيرة حول إضافة الصورة، هو تحديد حجم الصورة. منطينا بالملزمة تحديد اللي هو الهاي والوث للارتفاع وعرض الصورة. فأحيانا يرغب أحد الطلاب أنه يحدد صورة معينة ضمن ارتفاع معين أو عرض معين، فقط أنه ينطي هنا راح نخليها، هنا راح نخليها، لأن هنا الإيمج اللي هو اسم الخاص بالصورة، وهنا اسم الصورة، هنا الإمتداد مالتها. فهنا راح أقول له هاي حسب الارتفاع اللي منطيناه. بصورة افتراضية تكون حجم الصورة في الصفحة العرض 125 والارتفاع 200، راح أشوف أني راح أنطي 200 ب300، راح أنطي الهاي الهاي حنطي 300، وراح حنطي الوجه خلينا نقول 300 وأشوف. أجي أحفظ هاي في حالة الصورة أنت جاي تحددها، تحدد الارتفاع مالتها وتحدد العرض مالتها. هذا حجم الصورة تقريبا، راح أشوف أغير أكثر من هذا. هنا تقريبا هسه بينت الصورة، بدت أصغر، انطيت اللي الارتفاع، انطيت الارتفاع 900 وانطيت العرض 150. هذه في حالة نحدد صورة بارتفاع معين أو عرض معين. أعيد وأكرر أنه أفضل أنه الصورة تكون ضمن الفولدر اللي أني أنشأته واللي الصفحة موجودة به، حتى ما نحتاج امتدادات أخرى، ناخذ أكثر من امتداد، مجرد نكتب اسم الصورة ونوع الصورة شنو، الارتفاع إذا أريده، العرض، البوردر اللي هو الإطار، هنا هذا حجم الإطار، تركت فراغ، هنا لون الإطار اللي أريده به، المفروض 100 من 6
أرقام أو أحرف ضمن نظام سداسي 10 وأغلق وأجي أنفذ هذا إذا كان الارتفاع 900 والعرض 150 أصبح شكل الصورة هذا. وشكرا للاستماع.